حلقة النهاردة بعتبرها في رأيي الشخصي من أهم حلقات القناة لأن فيها توضيح كبير طلبته عن خلط ما بين المرض النفسي والسحر والتلبس والمس وفيها حقايق كتيرة جدا على فكرة بس لازم تتابع للآخر وتفعل الجرس وتعمل شير ولايك الموضوع موضوع شائك جدا وهفتحه بناء على طلبكم هل المس الشيطاني هو فعلا تلبس بالجن؟ أو مجرد أمراض نفسية أغلبية المرضى على فكرة اللي بيراجعوا الأطباء النفسيين والعيادات النفسية بيقولوا إنهم اتعالجوا لفترة عند شيوخ وإن حالتهم ساءت أكتر من الأول وغالبا ما بيتم الربط بين المرض النفسي والتلبس بالجن غالبا مش دايما طيب نسبة للاعتقاد السائد دوت في أعداد كبيرة من المرضى النفسيين بيروحوا للشيوخ ومطوعين اللي هم اشتهروا بعلاج التلبس وإزالة أثر السحر والعين والحسد فعلهم على فكرة فلوس كتيرة جدا توقعا للشفاء وعندهم أساليب كتيرة على فكرة اشتهر بيها الناس دي طب أقول لكم عليها بعدين يعني عندهم أساليب غريبة جدا الغريب في الموضوع إن المعالجين دول ما عندهم شي وسائل ثابتة في تشخيص الحالة لكن بيأكدوا لكل مريض بيجيلهم انه بأي نوع من الأمراض النفسية إن هي دي لا ده مش مرض نفسي ده السحر أو عيد أو حسد أو شيطان. وأغلبية المرضى اللي بيراجعوا الأطباء النفسيين أو العيادات النفسية زي ما قلت لكم بيقولوا إنهم تعالجوا لفترة عند الشيوخ دول وإن هما في النهاية قالوا لا نرجع للطبيب النفس أحسن بعد ما ساءت حالتهم الصحية أو لأنهم عرفوا إنهم ضلوا الطريق. في مجتمعنا الشرقي والاسلامي اعتقد او في اعتقاد ان اغلبيه الاطباء النفسيين ما اطلاقا ان الحاله يقرا عليها قران او ادعيه لان ده المؤكد ان الموسائل ديت هي جزء من مكونات المريض العقائديه وبتساعده على دعم وتسريع العلاج الطبي من ناحيه الايمان بقضاء الله وقدره وتقبل ارادته فمحدش بيعنده مشكله في الموضوع دوت ودايما لكن عارف المهم ايه؟ المهم ان ما يتدخلش المطوع او الشيخ في العلاج الطبي او محاوله تنفير المريض او اهله من متابعه العلاج لان عدد كبير منهم ما بيؤمنش بدور الطب في العلاج ويقول لك الطب النفسي ده كلام فاضي. الاعتقاد بتلبس الشيطان للانسان كان سائد على فكره في الدول المتقدمه برضه اللي احنا بنسميهم دول الدول العالم الاول في القرن اللي فات. نسبة لاعتقاد الكنيسة في الأمر لكن نتيجة للنهضة العلمية وانحصار تأثير الكنيسة فإن الاعتقاد ده تقريبا اندثر تقريبا ودلوقتي اللي بيقول بيه زي الموجود زي اللي بيؤمن بالخرافات الاعتقاد بمسؤولية الأرواح الشريرة عن الأمراض مهما كان نوعها قديم أوي على فكرة كانت القبائل البدائية في التاريخ الأول بتقول إن أي مصيبة بتيجي للقبيلة من أوبئة وكوارث طبيعية وقحط ومجاعات سببها الأرواح الشريرة ديت إن لم تكن من فعل آلهتهم الغاضبة والمعاقبة لهم وبالمقابل بتلاقي أرواح طيبة زي أرواح أجدادهم بيلجأ ليها أطباءهم عشان تساعدهم في التخلص من عبث الأرواح الشريرة أو درء أثر الكوارث والأوبئة ومساعدتهم في التغلب على أعدائهم يعني الموضوع ده قديم جدا كانت الأرواح تفوق الخيال في ميستوميا القديمة وده برضو كان الحال في بابيلونيا القديمة وكان الكهنة طقوس معينة بيطردوا بيها الأرواح ديت من أبدان المرضى بتشمل إيه بقى الطقوس دي الصلوات خليك معايا إطلاق البخور الأدعية للآلهة وفي بعض الأحيان بتلاقي تحدي الأرواح وأمرها بالخروج ده من قدم التاريخ كتب الهندوس المقدسة فيدا اللي اتحطت سنة ألف قبل الميلاد برضو اتكلمت عن المخلوقات الشريرة ديت وبرضو في بلاد فارس في القرن السادس قبل الميلاد كتب كتير اتكتبت بتتحدث عن طقوس لطرد الأرواح بواسطة الصلوات والمياه المقدسة ذكر إن هومر تحدث مع الشيطان أما سقراط فقد وصف بالمجنون الذي تحت تاثير الشيطان وكمان اكد افلاطون بالموضوع ده اشتهر الرومان بطقوس خاصه بيلعب فيها الجنس والخمر دور كبير جدا وده لتلبيس انفسهم بالشيطان عن طريق دخول ابدانهم وده في حفلاتهم الصاخبه وانتقلت الطقوس دي لليونان القديمه بعد كده يعني الطقوس دي انتقلت من مكان لمكان التقاليد الشامانية بتعتقد ان الارواح الشريرة والشيطان مسؤولة عن سرقة ارواح المرضى وانها بتحل مكانها او بتحدث فيها مرض وبيترتب على المعالج اللي بيطلق عليه اسم الشامان البحث عن الروح المسروقة دي وان يرجعها لصاحبها بعد طرد الروح الشريرة عشان يشفى المريض انا بديك تسلسل من البداية يمنى لغاية يمنى ده بالله ان الاعتقاد ده الاستحواذ بالارواح منتشر مش بس في دول العالم الثالث على فكره لا في مجموعات كبيره في الدول الغربيه المتقدمه اللي فيها لحد النهارده الناس بتؤمن بتناسخ الارواح يعني لبعض ارواح الموتى اللي كانت تعاني في حياتها او لحظه مفارقتها الحياه بدلا من انها تصعد الى السماء الى الله عز وجل بتحوم حول الارض عشان تحل في جسد جديد محدثه لصاحبه معاناه نفسيه وجسديه وهائله نتيجه للاعتقاد دوت في عدد كبير من المعالجين الروحانيين اللي ادعوا قدرتهم تخليص هؤلاء المرضى من هذه الارواح بطقوس خاصة بس خليني اقول لكم حاجة بعض المعالجين النفسيين المعاصرين ابتكروا اسلوب من العلاج النفسي سموه علاج الخلاص من الارواح والعلاج ده غالبا ما بيكون تحت التنويم هو مش شبه لحد كبير على فكرة لاساليب المعالجين الروحانيين او النصابين اللي بتعتمد لحد كبير على استغلال المعتقدات الخاصة بالمريض والمعتقدات ال... الموروث بتاعه العهد الجديد اللي هو كتاب الاخوة المسيحيين المقدس تكلم ان سيدنا عيسى عليه السلام كان بيمارس طقوس طرد الارواح الشريرة من ابدان المرضى تأكيدا لنبوته وكان النبي بيأمر هذه الارواح بالخروج من بدن المريض وان لا تعود مرة اخرى وذكر بانه قام بطرد ارواح من بدن مريض دخلت بدورها قطيع من الخنازير التي اسرعت الى حافة هاوية وسقطت في الماء لتموت وذكر وذكر أن النبي عيسى علم تلاميذه طرد الأرواح من أبدان المرضى وليومنا دوت تتولى الكنيسة وخاصة الكاثوليكية المهمة دي كتب العهد القديم أو كتاب العهد القديم تحدث عن ما تعرض عن ما تعرض بعض أنبياء للشيطان القرآن الكريم بقى بيقول إيه أكد أن معجزات النبي عيسى عليه الصلاة والسلام شفاء المرضى بإذن الله بالصلاة والدعاء فقط. لغاية وقت قريب كان المريض العقلي في أوروبا بيعتقد إنه شيطان أو إنه ساحر وقد تمت مطاردتهم وقتلهم على فكرة كانوا بيحرقوهم عشان يتخلصوا منهم. وأخيراً باختفاء الاعتقاد دوت تم التعامل معهم كمرضى نفسيين وبقوا بيجمعوهم في مصحات خاصة لرعايتهم وحمايتهم. ده حالين اللي كان بيحصل. طب إيه الجن في الإسلام بيقول إيه؟ ايه اللي يتكلم الاسلام عن الجن بيقول ايه من المعروف إن سكان الجزيرة العربية قبل الإسلام من أهل الكتاب يهود ونصارى والمشركين من العرب أولاد سام وحام كانوا بيعتقدوا بوجود الجن وأثره على الإنسان ومن مكره وإنه كان يعني كان عندهم الموهوبين كالشعراء بيعتقدوا إن بهم جن وهو اللي بيلهلهم وبيخليهم يقولوا الشعر دوت، وكانوا بيستعينوا بالجن في إحداث الضر والخير ومعرفة المجهول، دي اعتقادات عندهم. أما وادي عبقر ده وادي في الجزيرة العربية كان يعتقد إن الجن تسكنه، كلمة عبقري مشتقة من الاسم ده على فكرة، من, الو... من اسم الوادي دوت. كان يعتقد إن الجن يسكنه. القرآن الكريم أكد وجو... وجود الجن، كما أكد في شأن إبليس إنه كان من الجن. من بعض الآيات اللي بتدل على وجودهم زي قوله سبحانه وتعالى والجن خلقناه من قبل من نار السموم وقوله سبحانه وتعالى وخلق الجنة من مارج من نار ويقال إنهم خلقوا قبل آدم بألفي سنة حدش يعرف التاريخ الفعلي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام تعرض لهم في أحاديثهم يعني تكلم عنهم أكثر من مرة عن مواضيع الجن في الأحاديث بتاعته كلها حديث صحيحة صحيحة السند وصحيحة ما أي مشاكل تذكر المراجع أن الجن مخلوقات زي الإنسان ما يبصرهاش الإنسان لكن يبصرونه ويستطيعون التشكل في صورة الإنس والبهائم والحيات والعقارب والطير وزي ما قلت لكم منهم المؤمن والكافر واليوم حساب برضو يوم القيامة على حسب أعمالهم طيب إبليس عصى ربه لكن ربنا سبحانه وتعالى اداله مهلة العقاب ليوم يبعثون ولغاية اليوم ده تعهد إن يغوي الإنسان الضعيف عشان يبعده عن فخر فعل الخير ويدخله النار. كما ذكر في القرآن تسخير الله الجن لسيدنا سليمان يأتمرون بأمره من الجن يعمل بين يديه بإذن ربه. وذكر أيضاً إن الجن يعلم الناس السحر. المسلم لا ينكر وجود الجن، لكن الخلاف اللي أنا بتكلم عليه في تفسير آية. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآية دي تخذ الدليل على أن المصروع يدخل في جسد الشيطان فيجعله يتخبط يعني اللي بيعمله المصروع ده من تشنجات وحركات لا إرادية غريبة والكلام اللي بيتكلم به من كلمات مبهمة أو بذيئة من فعل التلبس وبيدللوا بحادثة المرأة اللي ليها ابن آه وخدت عنه الغداء والعشاء فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن مسح على صدر الابن فخرج الجن من جوفه مثل الجرو الأسود في حالة تانية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أخرج عدو الله دي استدلالات على التلبس يوجد اعتقاد كبير طبعا بوسوسه الشيطان للانسان لاغرائه دي الوسوسه دي كلكم عارفينها وانا اتكلمت فيها والدليل على كده قول سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والوسوسة فسرت على انها الصوت الخفي الذي لا لا يحس فيحترز منه او الالقاء الخفي في النفس وقيل ان الوسواس غالبا ما تكون كلام يكرهه الموسوس له وبيؤدي الى بعض المشاكل وكل الكلام طبعا تميل اليه النفوس والطبع كالرغبات والامان المكبوتة اللي ما بيستسيغهاش العقل قيل في بعض كتب التفسير ان الشيطان يدخل جسم ابن ادم لانه جسم لطيف او رقيق ليوسوس له يعني حديث النفس بالافكار السيئة التي تقود الى المعصية وبيستدلوا على كده بالحديث الشريف ان الشيطان يجري في الانسان مجرى الدم. أنا بحاول أجيب لكم الأمور بأبسط ما يمكن. لاعتقادي بأن الجن أو الشيطان يؤدي إلى الصرع أو الجنون لدى الإنسان، ده أدى إلى ظهور معالجين كثيرين من المشايخ والمطوعين بقى، بعضهم نيتهم صادقة والبعض الآخر عايز يكسب كسب سريع. غالبًا ما يكون التشخيص بالتلبس بالجن إزاي؟ أنا هقول لكم بيشخصوها إزاي؟ إذا كان بتحصل منه من المصاب حركات وشنجات او حاجة منهم او الاتنين سوا او كلام شتيم او نوبات اغماء زي نوبات الصرع او اذا كان المريض بيشتكي من اضطرابات نفسية بتلعب العاطفة دورا فيها زي الحزن او القلق او الغضب او المخاوف الشديدة او الشعور بالذنب او عدم الثقة او فقدان الشهية للاكل او فقدان الشهية للجنس او المتعة في الحياة حاجات كتير جدا غالبا بيكون تشخيص ايه نداعين عين او سحر او عمل او حسد هما بيشخصوها كده طيب عند المشايخ الملتزمين لإخراج الجن بالدين يكون إزاي بس دي مختلفة الدعاء والذكر وقراءة المعوذات والرقية وآيات السحر والكرسي دي الأساليب الشرعية اللي بتؤثر سلبا على الجن أو الشيطان وتؤدي إلى طرده من جسم المريض بعد المعالجين بقى بيعملوا إيه بقى بيرجعوا الأساليب مباشرة بينهروه ويسبوه ويلعنوه ويمروا بالخروج وإذا ما طلعش بيضربوه بالعصي غالبا تحت الرجل عشان يفضل يصيح ويصرخ والاعتقاد هنا ايه ان المصروع ما بيحسش بالالم لا الجن هو المتالم واللي غالبا هيسيب المصروع قهرا لكن هيرجع له مره تانية ومتطلب ده مراجعه المعالج مره واثنين وثلاثه وكل مره انت بتدفع الحقيقه ان اي عمل مؤذي زي الضرب بيعاني منه المريض شخصيا وهو بيبكي ويطلب الرحمه لان هو تعبان او هو بيتاذي لكن الشيخ ما بيباليش او النصاب ده لانه يعتقد ان اللي بيعاني ويصرخ هو الجن ويستمر في الضرب لغايه ما يغمى عن المريض احيانا او حد يسعفه او هو نفسه يكون ذكي فيقول له خلاص انا يعني طلعت وكم من مريض ماتوا على فكره نتيجه الضرب او التجويع او التعرض لحاجات مضره بالصحه للاسف الشديد. المعروف ان بعض المرضى لما بيكون في حاله غيبيه او تغيير في الوعي نتيجه لنوبه اضطراب تفككي او تلبسي وده مرض نفسي ما بيستجيبوش للمؤثرات الخارجية زي الشعور بالألم فبيعتقدوا وقتها خطأ إن عدم استجابتهم تعني إن الجن هو اللي بيحس بالألم ومش المريض اللي بيحس بالألم للأسف الشديد وده اللي بيحصل في اللحظة دي لكن قد يلاحظ عليه أثر الأذى لما يصحى أو يستعيد كامل وعيه بعد كده وغالبا بيحس يعني بيبان عليه كده طيب هل هناك اتفاق ديني على التلبس او في خلاف الطائفه المعتزله وبعض الطوائف المسلمة تنكر دخول الجن بدل الإسلام لبدن الإنسان نهائيا واستعلان استحالة دخول روحين جسدا واحدا وفي بينا دلوقتي عدد من العلماء المسلمين المعاصرين اللي بيتجاهروا بالرأي دوت ما بيخافوش ان هما حد يوصفوا من هما زنادقة او كفار او اي وصف تاني في الموضوع دوت بيقول واحد منهم ايه ان كلمة لبس او لمس لم ترد في القرآن او السنة والمس كما جاء في قوله سبحانه وتعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس وقوله سبحانه وتعالى إني مسني الشيطان لا يعني دخول الجن جسم الإنسان وإنما هي وسوسة زائدة منه تسبب التخبط أو الصرع فالإنسان لضعفه يصرع عند سماع للوسوسة اللي هي همس بما تكرهه النفس أو ما يغضب الله سبحانه وتعالى هنا نلاحظ إيه إن في كلا الأمرين بيكون الشيطان مسؤول عن المس أو التخبط لكن الإختلاف في الكيفية، الفئة الأخيرة بتعتقد إن الصرع نتيجة وسوسة الشيطان مش دخول الشيطان للجسد أو دخول الشيطان فعلياً لبدن المريض، من كام سنة قابلت واحد من المعالجين اللي قال إنه كان سنوات قاعد بيعالج المرضى بالقرآن وكان بيرجع اغلبها للتلبس بالجن او الحسد او العين او السحر، لكن بدأ يقرا كتب علم النفس والطب النفس اتأكد ان في حالات كتير من اللي كان بيعالجها موصوفه بدقه اكبر في الكتب دي وانها بتستجيب للعلاج النفسي وانه ما كانش لازم هو يتدخل فيها ومن يومها ساب المهنه دي للابد وبقى ينصح اللي بيراجعه بمراجعه الاطباء النفسيين اولا. لانهم بيقدروا يشخصوا الحاله ويعالجوه احسن منه هو ولو كان العلم متقدم زمان كان في حاجات كتير اتغيرت يعني اعتقد ان كان في حاجات كتير هتتغيرت مع تدعيم طبعا العلاج الطبي بالقران والدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه لكل داء دواء الا الهرم طيب الوصف الشائع للمتلبس بالجن او المتلبس بالشيطان إيه هو انه شخص غريب الاطوار والهيئه بتبدو عليه تشوهات او التواءات جسديه وممكن يتكلم بكلمات غريبه او غير مفهومه او بذيئه بيتكلم بلغه اجنبيه لقوة خارقه ما بيخافش من حاجه بيخاف من الرموز الدينيه وذكر ارضا انه بيستطيع ان يسكن جسده بحيث انه يبدو كانه ميت او فاقد للوعي عشان يبطئ تنفسه وضربات القلب والكلام ده كله وما بيستجيبش للمؤثرات الخارجيه و... تشنجات وانتفاضات عضليه او حركيه مفاجاه او نوبه من نوبات الهيجان والغضب فيثور ويؤذي اللي حواليه كله، كل دي الاعراض صح؟ طب انتوا عارفين ان الغريب ان الاعراض دي معظمها موجوده في الطب النفسي؟ أو والله زي ما بقول لك كده، لكن طبعا مش كلها بتبقى مجتمعه مع بعض، لكن على حسب التشخيص الطبي هتلاقي الاعراض دي موجوده في امراض كتير ولازم تطلع على التاريخ المرضي على فكره. تعمل اختبارات نفسيه ومعمليه كتير هقول اهم حاجات او تصنيفات في الطب النفسي وانتوا احكموا اذا كانت ديت بتندرج تحت ايه بالظبط في عندك مرض الصرع مرض الصرع دوت مرض غريب جدا هو مرض شائع على فكره بين الاطفال ومن اشهره اللي بيتصف بالنوبات الكبرى الفجائيه اللي بيفقد فيها المريض وعيه وبعد كده بيجيله تشنجات عضليه عامه وراها انتفاضات عضليه شامه وممكن يخرج حاجه من بقه او يتبول على نفسه او يقطع لسانه باسنانه قبل ما يسكن جسده عشان يفوق بعد كده هو مش فاكر اي حاجه بعد كده وعلى فكره دي ممكن تترصد عن طريق تخطيط الدماغ يعني مش صعبه ولا اي شيء والسيطره عليه شويه مضادات للصرع وبس دي ممكن تحصل على الفكرة في وقت تاني من العمر برضه مش شرط وانت صغير ويمكن تشخصها ومعالجتها فمحدش يخاف منها ده اول حاجه في مرض اسمه مرض دي لاتوريت وده بتيجي للمريض نوبات من النعرات الصوتية والحركية اقرا عن المرض ده بشكل مفاجئ يعني بتسبب له صوت او انتفاضة حركي حركية فجئية بتنبعث صورة غير ارادية منه ممكن تربك وتخوف الناس كمان الموجودة أحيانا بتكون الأصوات دي ألفاظ بذيئة أو شتيمة مش حلوة بحيث ان يعتقد ان اللي قاعد جنب المريض ان هو المقصود أو ان الشخص ده في مس من الشيطان اقروا عن المرض ده برضو يعني ما تسيبوليش انا يعني كده بس اقروا ورايا في بعض الامراض العقليه الخفيفه زي مرض الفصام مرض الفصام ده هو مرض عقلي معروف عالميا ويمكن تشخيصه على الفكرة بسهوله والسيطره على الاعراض بمضادات الهزان المريض باختصار بيفتقد الى البصيره والاتصال بالواقع وتكون له معتقدات خاطئه او توهمات منها انه نبي مرسل حد بيتابعه جن مسيطر عليه حد عايز يغتاله هلاوس سمعيه او بصريه اعراضه كتير جدا وبتظهر الاعراض ديت يعني على حركات الجسد كمان ممكن تتخشب اجسامهم في بعض الاحيان بيدخلوا في حاله غيبيه ما وقتها خالص يعني ليه اعراض كتيره جدا ومرض معروف ممكن تفتح على الانترنت وتقرا عن الذهان لو انت عايز تاخد تفاصيل اكتر من كده عن المرض ديت لكن دي امراض انا ذكرتها لك عشان تبقى عارفها في مرض الهوس والاكتئاب الذهاني المرض دوت ممكن يظهر لك توهمات او هلاوس ويكون المريض مكتئب بشده او يصعب السيطره عليه في امراض نفسيه زي اضطراب الكيان التفكك اللي انا لسه متكلم عنه من شويه ده كان يعرف سابقا باسم اضطراب الشخصيه المتعدده وده ان المريض بيكون له كيانين او شخصيتين او اكثر بيظهروا من وقت للتاني لما يكون المريض تحت ضغوط نفسيه شديده أو عنده حالة صراع أو كل شخصية ليها سبب. والشخصيات ما يعرفوش بعض وهنا بيعتقد قد يعتقد إن الشخص متلبس بالجن عند تقمص الشخصية غير اللي الناس عارفاه بيها. في الاضطراب التحولي عارفينه دوت في الاضطراب دوت بيوجد قصور في الوظيفة الحركية والحسية بتوحي بوجود مرض طبي عام أو عصب وده عادة بيكون المريض بيعاني من ضغوط أو صراعات قوية. الأعراض الحسية بتشمل إيه؟ فقدان الإحساس أو النظر أو السمع الحركية نوبات صرع ممكن تفسر على فكرة من فعل الجن أو الشيطان الاضطراب التفككي يعني مرض منتشر وبتحدث للمريض نوبات انشطارية وما كنتش عارف حاجة على فكرة وممكن تكون مصحوبة بحركات أو تشنجات لا إرادية زي ما قلت لكم وبيكون المريض مضطرب الوعي فممكن يكون تشخيصك زي مثلا واحدة أو واحد قاعد من أهله مرة واحدة يقعد على الأرض وتظهر عليه تشنجات ويتكلم بكلام مش مفهوم بس هي مش غايبة عن الوعي ولا أي شيء مرة واحدة تلاقيها سكتت وهديت وكل شيء هو ده واحد يقولك لك ده جن وده أمس بالجن والحقيقة إن الشاب دوت كل ما بيتعرض لصرع أو ضغط نفسي أو صراع نفسي غير محتمل أو غير قادر على حله بيخش في النوبة دي هربا من الموقف لا إراديا هو ما بكيف وعايز اقول لكم حاجه ان مش كل حاله الصرع يعني بتكون جن او ممكن تكون صرع لا ممكن تكون حاجه تانية في الاضطراب التفككي الحلولي او الحلولي دوت في بعض الاحيان بياخذ منحنى اخر بان يعتقد المريض ان في روح عايشه فيه او متقمصاه وكل حاجه بيتعملها بامر الشيطان في الحالات دي بتلعب فيها المعتقدات الثقافيه والدينيه على فكره دور كبير لان يعني المجتمع اللي بيعيش فيه المريض بيؤمن بحلول الجسد بجسم الانسان الحالات دي بتظهر في المريض من وقت للتاني معلش انا طولت عليكم في الموضوع بس انا عايز اخلص لكم كله مره واحده كل دي امراض او نوبات نفسيه يعني في مره من المرات جالي واحد بيتكلم ان كان بيحكي عن اخته ان كل ما يجي لها عريس بينطفئ جسمها ويظهر عليها حد بيتكلم بلسانها وعايزني ابص عليه فقلت له انا ماليش في الكلام ده بعد فترة قال لي ان خدوها لمعالج محلي وقال لهم انها مسكونة بالجن لكن مش قادر يطلع الجن منها وفعلا ايد ان البنت عليها جن وما كانوش قادرين يطلعوا الجن منها بعد فترة بدأوا يراجعوا مع طبيب نفسي وبدأوا يشوفوا ايه الموضوع وبدأوا يشوفوا ايه حكايتها وخصوصا يعني ان بعد ما تأكدوا ان الدين مش نافع معاها او ان الدين مش هيديها حل ففعلا خدوها لدكتور نفسي وبدأوا يعالجوا معاها لكن اللي اتفاجئوا بعد كده ان طلع عندها مرض نفسي البنت فعلا مريضة البنت مش عايزة تتجوز الشاب دوت والاهل ضغطين عليها ان هي تتجوز الولد دوت ومن هنا جت لها حالة اضطراب تفككي تحول نتيجة الضغط والاهل لكن هي ما كانتش عارفة لان تحول الصراع داخلها النوبات ديت وفعلا البنت كانت بتستفيد بصوره غير واعيه من النوبات ديت او من الحاله اللي انت فيها بتجيها وفعلا اتكلموا مع الاب وشرحوا له الامر ورفض فكره جواز البنت وفي خلال شهرين البنت امورها كانت سليمه جدا واكد ان هي البنت بقت حالتها تمام بس على فكره رجع قال لي ده الجن اللي طلع يعني للاسف كمان ما اقتنعش بالكلام ده لكن الجن طلع لوحده يعني فالله يسهله المهم الحالات دي بتحصل كتير في المجتمعات الريفيه وخاصه اللي بتعتقد بمس الجن لان المريض يؤمن قبلها ان لازم يكون في جن ما ينفعش يكون في مرض نفسي ما ينفعش ان انا اكون عيان لا هو جن انا عندي جن انا عندي مسرحيه دراماتيكيه لازم تمر بعض بقى الممارسين الروحانيين انتوا عارفين انا قصدي بالمروحانيين بيقدروا يمارسوا الموضوع دوت بنفسهم او بوجود وسيط متعاون بيوهموا الحضور ان هم بيتصلوا بالجن لمعرفه بعض الاشياء الغيبيه المتعلقه بالمريض وعلى فكره بيبقوا كلهم نصابين طبعا زي ما انتم عارفين ما ما لا يستطيعون اي شيء يعني بس هو عمليه شو مش اكتر من كده. في عندك اضطراب الوسواس القهري. عارفين اضطراب الوسواس القهري ده؟ المرض ده وساوس على شكل افكار او صور ذهنيه او نزاعات متكرره بيعيشها المريض ده من الامراض يعني الصعبه شويه او السخيفه شويه لان ممكن تادي بيك زي ما تعالجش للانتحار يعني. بس برضه بيتعالج. بيسبب المريض قلق وكرب وتنغيص حياه وبيأثر على الوظائف وكل شيء، غالبا بتكون الوساوس على فكره في الوسواس القهري طبيعتها جنسيه أو عدوانيه أو مقززه أو أفكار تشكوكيه زي مثلا غسيل الوضوء، المبالغه في التدقيق، الترتيب، التنظيم، إن أنا ما اتصلتش كذا أحب الأماكن كلها نظيفه كل دي بتكون سببها الوسواس القهري. الأسباب كلها بتاعت الوساوس والحاجات ديت أسباب وراثيه وبيولوجيه ونفسيه. يعني ليها اكتر من سبب لكن دايما بنقول يا جماعه ان مش اي حاجه تحصلك يعني ترجع للسحر على طول طبعا في اسباب كتير للوساوس ديت اسباب وراثيه وبيولوجيه ونفسيه يعني ملهاش اكتر ملهاش تفسير واحد يا اكتر من تفسير فلازم انت تشوف مشكلتك فين بالظبط فرويد بيقول ايه فرويد بيقول ان القلق العصبي كصراع للشعور بين رغبات الله الجنسية والعدوانية وبين رغبات الأنا والأنا العليا اللي هي بتميل إلى المثاليات وعالم الواقع في التعبير عن رغبات الفرد المكبوتة في اللاوعي بصورة واعية بتشكل تهديد لكيان الفرد لأنها بتتعارض مع معايير المجتمع الدينية والثقافية ومثل وأخلاقيات الفرد ده رأي فرويد الانا الناضج يستطيع استغلال اليات الدفاع المختلفه ومن الكبت والسيطره على الرغبات دي مع اخفاء في العقل الباطني بيقدر يخبيها في العقل الباطني عشان كده بتلاقي الرغبات دي او النزعات دي طريقه لوعي الفرد في اشكال افكار منها الجنسي والعدواني لكن سريعا ما يستعيد عمليه الكبت مره اخرى فبتختفي الافكار والرغبات دي الحيوانية بعيدا وبسرعة شديدة يعني ما بتقعدش معاه فترة طويلة ده رأي فرويد مش رأي أنا على فكرة عشان حدش يقول ده رأيك رأيك أنت المريض الموسوس بيتميز بالصراعات الغير واعية أو المكبوتة اللي بتخليه يعيش في حالة قلق مستمر قلق ألأ دائم قلقان من كل حاجة نزعات خيالات وساوس قهرية كل حاجة ممكن يعيشها المريض الموسوس دوت ممكن يعني تقول هو بيستجيب ليه للوساوس ديت هو غصب عنه هو غصب عنه هو بيكون انسان مريض مش قادر يمسك نفسه وعلى فكره في امراض وراثيه برضه بتسبب كده مش شرط من الامراض النفسيه ممكن امراض هو مصاحبه ليه تاخر عقلي انخفاض شديد في الذكاء تشوهات خلقيه في الاجزاء البارزه من الجسم كل دي ممكن تكون سبب للامراض النفسيه مش شرط ان هو يكون عنده مرض نفسي بسبب الظروف اللي عنده او اي حاجه الاسباب العلميه للمرض النفسي ايه؟ انه مرض يسبب اضطراب في التفكير والادراك والسلوك والعواطف، ده التفسير العلمي بمنتهى البساطه للمرض النفسي. في اخطر الحالات المريض بيفقد فيها بصيرته، بيفقد تمام الاتصال بالواقع وبيفقد ادراك الخطا من الصح، هي دي بقى المشكله انك ما تعرفش ان انت صح ولا غلط، انت هل انت ممسوس؟ هل انت جن؟ هل انت سحر؟ هل انت مرض نفسي؟ هل انت كذا؟ دي بقى بتبقى مشكله كبيره، يعني دي بقى مشكله المشاكل ديت، بالرغم ان السبب الرئيسي لاغلبيه الامراض النفسيه مش معروف، لكن ان بعض الابحاث اكدت ان في مجموعه من العوامل السيكولوجيه والبيئيه ليها دور في حدوث المرض، والاضطرابات ديت، وحتى البيئه اللي انت عايش فيها، ليها سبب في وصول في حصول الامراض ديت او حصول الاختلالات النفسيه اللي بتحصل ديت. طيب انا طولت عليكم في الموضوع زيادة عن اللزوم، فسامحوني بس أنا حبيت يعني أديكم فكرة عامة عن الفرق بين المس والسحر والتلبس وده كله. طيب، خلينا باختصار نقول كلمتين. دايماً أنا بقولها، إزاي تعرف إذا أنت عندك ده أو ده أو ده أو ده؟ الأمر بمنتهى البساطة، أنت لما بتعيا بتكح بتروح لدكتور. لما بطنك بتوجعك بتروح لدكتور، ما تروحش لشيخ ما تروحش لقارئ ما تروحش لمقرئ راقي تروح لدكتور نفس الشيء انت لما تحس ان عندك مشكله او المشكله ديت الموجوده عندك محتاجه تدخل شيخ الجا للطب النفسي الاول او ارق نفسك الاول لقيت نفسك مش قادر على الرقيه الجا للطب النفسي مش عيب ولا حرام كلنا بنروح للاطباء النفسيين الجا للطب النفسي وبعد ما تستنفذ الطب النفسي تبتدي ترقي نفسك انت غير كده تروح لناس ثقه وبكرر على كلمه ثقه مش اي حد يقول لك انا شيخ او انا كذا تاخد نفسك وتروح له اتمنى ان الحلقه دي تكون فادتكم ان شاء الله تكون فادتكم نشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله مع السلامه